السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة من مدينة برشيد. معنا واحد السيدة عندها البنت ديالها 13 سنة، بنت معاقة ذهنيا، كيحاول واحد الشخص مول الزريعة اللي كيتواجد بالحي الحسني بمدينة برشيد انه كيستغلها جنسيا وكيطمع فيها وكيحاول يغتصبها. معنا الام ديال هذه السيدة اللي غادي تحكي لنا اشنو واقع. تفضلي يا لالا. السلام عليكم. بنتي كتمشي عنده، كيعطيها الزريعه وكيدخلها لعندو الحانوت وكيمارس معاه الجنس، يمارس معاه الجنس كيغتصبها. شحال هذه من مده وهو كيقوم بهذه العمليه؟ البارح شديتها معاه، هو كيهددها كيقول لها ما تقوليش. البارح شديتها ضربتها وهي تقول لي ما تقوليهاش لبابا. قلت لها ما نقولهاش لبابا، عقولي ما نقوليش ليه. وهي تقول لي ديما كيعطيني الزريعه وكيعطيني سميتو وكيدخلني كيحيد لي سروالي وكي يدير معاها. حاولتي انك عرفتيها على الطبيب وشفتيها واش؟ لا ما عرفتي ان هذا الاغتصاب اللي وقعت لك ليه البنت. انت كتشوفي انه البنت ديالك اللي هي معاقه ذهنيا انه كيغتصب هذا السيد؟ كتخاف هي، كتخاف نعم ما كتنعش وكتبقى تقفز في الليل وكتبقى تبكي. كنقول نوض نقول لها مالك، كتقول لي والو ماما والو. كتخاف من باها وتخاف من هذاك السيد اللي كيدير لها هذا الشيء، حتى هو كتخاف منه. دابا انت حاليا يعني الوالد ديالها في اخبار ديالو هذه الامور؟ لا ما في اخباروش، ما قلتهاش ليه. علاش؟ خفت منه، خفت يمشي ليه يضربوه ولا يقتلوه ولا شي حاجه، هادشي مناش خفت. للاسف الشديد كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، معنا هذه الحاله الاجتماعيه ديال هذه السيده. بغيناك تعاودي لنا على الاعاقه ديالها، كيفاش داير هذه الاعاقه؟ عندها التاخر، اعاقه ذهنيه، ذهنيه مأخرة، ولكن كتعرف كل شيء اللي وقعت لها كتقول لك هاك وقع وقع. وكيفاش عرفتي بانه هي عودت لك؟ قالت لك بانه هذا مول الزريعه كي تضربتها. تعطلات عليا البارح وانا نضربها، قلت لها فين كنتي من الصباح انا نقلب. تضربتها عاد قالت لي ما تضربينيش يا ماما ما تقوليش لبابا. قلت لها ما غنقولهاش ليه. قالت لي راه كنمشي كيدخلني لمول الحانوت، ومني كيجي ولدو كيطلعني للسده الفوق كيخزنني، وعنده واحد الباب بويه بالتحت داير لي خاميه تما فين كي فين يمارس معاه، فين تما فين كيمارس معاه. وقالت لك قالت لك يعني هاد قالت لي قالت لي قالت لي حيد لي حوجي وكيدير معاه. وشرى لها سبرديله، شرى لها سبرديله، والسبرديله قديمه باقا عنده. وشرى لها سبرديله جديده وقال لها جي غدا نديك المنتزه، بغى يدورها، ندورك وندير لك ونفعل لك باش يدي. وعطاها الزريعه وعطاها الكاوكاو جايبه في جيبه. يعني كيحاول انه كيطمعها، كيطمعها باش عنده كل نهار. ودابا حاليا يعني البنت فينا هي؟ بنتك هذه البنت دابا كيف ما سمعنا على اساس انه عنده دابا تقريبا غتكون عنده. دابا من الصباح انا حاضيه كطير حيت كيلهسها بداك الشيء، كتمشي ديال الشيء ديال الزريعه والفانيت كتمشي عنده. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، يعني احنا مع واحد الحاله اجتماعيه ديال هذه الام المكلومه اللي عندها واحد البنت عندها 13 سنه، عندها واحد الاعاقه ذهنيه، اعاقه شامله، ما كتعرفش كيحاول هاد مول الزريعه. وهاد مول الزريعه مجوج ولا؟ قالت لي هي مجوج بولاد، وقالت لي ملي كيجي ولده كيقول لي طلعي السده تخزني على ولدي تيمشي. عنده ولد ديالو؟ عنده ولد. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، احنا مع هاد الحاله الاجتماعيه ديال هاد الام المكلومه اللي عندها واحد البنت عندها 13 سنه، عندها اعاقه ذهنيه، اعاقه شامله، والبنت البنت ديالها يعني كتعرض لواحد الاغتصاب من طرف هاد مول الزريعه اللي كيحاول انه يطمعها وكيمارس عليها الغرائز ديالو. متابعي قناه شوف تي في كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه جديده.